تعالوا نشرح الكونسوميه دي بتتعمل ازاي من الشرب المشهوره في المطبخ الفرنسي، ودي اساس من اساسات الشرب نقدر نعملها بالطعم اللي احنا حابينه، وده بالاخر خلاصه البوكيه جارنيه واخد اللحم البقري وبياض البيض. طب بياض بيض ليه ولحم بقري ليه؟ ده الكلام ده هنشوفه مع بعض دلوقتي عملي. حلو الكلام. اهم حاجه يكون عندك ميه ساقعه، والميه الساقعه موجوده عندنا اهو في البدايه. ما شفت الشوربه بتتعمل بميه ساقعه، هنشوف الكلام ده دلوقتي، وده سر النجاح للشوربه موجوده معانا. مقاديرها على الشاشه: كوسه، جزر، كرفس، كرات، لحم بقري، لحم ضاني زي ما انت عايزه مفيش مشكله، عايزه تعمليها بالفراخ اعمليها، عايزه تعمليها بالعظم مفيش مشكله. دي كده كده بتتعمل بالدبرساج وبتتعمل بالبيون اللي موجود في المطبخ، حتى قشر البصل بيخش جواها وقشر البيض كمان بيخش جواها. معانا كزبره خضراء ومعانا كرفس. دي المقادير بتاعتنا بسيطه وسهله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه عندي كده الكبه، بنبدا نحط الكوسه بتقطع كده زي الفل. معانا مين؟ ام مليكه. يا ام مليكه ازاي؟ خضار يا شيف دي وازاي؟ ما دي شربة خضار وتقولوا لا لا لا، الموضوع هنا شيق، ولا عايز حضراتكم تتعلموه كده. يعني دايما الشوربه دي جهزيها وحطها في التلاجة بقى، عايز تعملي اي نوع شوربه طلعي منها واستخدمها على طول. كل ده مع بعضه تمام زي الفل. لازم انا عايز افرم ده كله عشان احط عليهم لحمه. ليه يا عم الشيف؟ انا دلوقتي كل الخضار اللي اتفرم ده كده بحط عليه اللحمه. دي لحمه اهيت، باخد جزء منها كده وافرم اللحمه دي مع الخضار، وانزل ببياض البيض على الخضار. ايه الشوربه اللي داخلها بياض بيض دي؟ احنا مع بعض مش هنحط بهارات خالص، كل ده بينضرب في الكبه. تسلم ايدك. نعمين بس دقيقة واحدة بس عشان اشغل الخلاط، وناخد ابو مينا وابو مينا اهو كده. ده مهم جدا عشان كده انا بعملها، علشان دي لها تركاية كده حضراتكم هتعرفوها دلوقتي حالا. وجود بياض البيض مع اللحم البقري المفروم مع الخضار المفروم كله ده هيبقى عجينة. هناخد العجينة دي يا عم الشيف ونشوف هتروح على فين بعد كده. نجيبها لتحت فوق كده عشان بس طحنا كده. تمام كده الخلطه جاهزه، او الخليط اللي انا ضربته في الخلاط ده، اسف لصوت الخلاط، اسف للازعاج. ميه ساقعه حنفيه او من الثلاجه ايا كان، ميه وتحت منها نار البوتاجاز عندنا هنا 9 درجات، لو عندك كهرباء يعني بتخليه على درجتين، لو عندك الشعله الشعله بتعملي عليها فنجان قهوه. حلو الكلام. وبناخد الخليط ده كده. طيب الكونسوميه انا ضربتها في الخلاط، بعد ما ضربتها في الخلاط لازم تاخد بياض البيض واللحمه كله يبقى مزيج واحد وكتله متماسكه، بنحطه في ميه ساقعه، وزي ما قلت لحضراتكم بنعمل تحتها شعله ضئيله جدا بسيطه جدا ونسيبها.
الطايم بتاعنا حسب حجم الحله، يعني دي تقعد لها على النار من ساعتين لثلاثه، في الاخر هتبقى معانا ده بعد ما نصفيها. اه بالشكل ده كده هنجيب ده وده بعد اذن الفريق العمل. انا بعد ما بتتعمل بالشكل ده كده بتتحط على النار بتدينا اللون ده. انا هستاذن بس فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، نجيب اللون الشوربه ده الرايقه دي كده نشوفها مع بعض. ارفعها بعد اذن الساده المشاهدين اهو. اه الشوربه اه هي كده لسه برضو هتتصفى، لازم ما يبانش فيها لا توابل، يبان بس فيها صفاء وشفافية الشوربة، واخدة البوكيه جارنيه. الصفار جاي من لون الجزر، الخضار جاي من الكرفس، الطعم والفليفر جاي من اللحمة، بياض البيض بيتماسك. فالشوربة دي غنية بالبروتين وغنية بكل أنواع الخضار اللي احنا شايفينها. طب أصفيها إزاي؟ مصفة زي دي كده بنحط فيها منديل مطبخ أو شاشة بيضة زي اللي ما أنا هعمله دلوقتي. آه مفيش أروق من كده، فايقة ورايقة هي دي الشوربة. أنا عايز أعملها بالبصل أحط فيها بصل، عايز أعملها بالجزر أحط جزر، عايز أعملها بالشعرية أحط شعرية، وهكذا. أنا هعملها النهاردة باللحمة، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. شوية ملح عليها، شوربة. ممكن تعملها بالفراخ على فكرة، ممكن تعمليها بالسمك تستخدميها في شوربة السمك تبقى لطيفة وحلوة وتسهل عليك حاجات كتير. أنا تبلت حتة اللحمة زي ما أنا شغال كده، أحط فص توم وأفرك حتة اللحمة مع البهارات دي كده أهو. شوربة لطيفة وصحية على فكرة، ما فيهاش دهون ما فيهاش سمنه. اه حته اللحمه تقدري تجيبيها دسمه قليله بالشكل ده كده اهو. فركت حته اللحمه، واخد حته اللحمه كده اعملها بالشكل ده كده واحطها في الشوربه وهي بتغلي. اه لطيف، شوربه صحيه بقى لكبار السن، حماتك عندك بتزورك، ماما تفاجئيها بالشوربه الحلوه دي كده اهي، مش محتاجه اهي. وانا شغال كده اهو اقطع اللحمه صغيره كده واحطها في قلب الشوربه وهي بتغلي. اه توم اللحمه تبان كده في قلب الشوربه صغيره كده قد حبايه البسله او حبايه البندق او حبايه الحمص بشكل لطيف وحلو. ممكن تقطعي جزر كاريهات تحطيه، ممكن تقطعي شعريه تحطيها، لسان عصفور تحطيه زي ما انت حابه. اه طب نحمر الشعريه يا شيف؟ حمريها عادي. اهم حاجه اللي انا وصلت له دلوقتي من شوربه الكونسوميه المشهوره جدا، ودي من اساسيات المطبخ الفرنسي زي المطبخ الطلياني كده. عندك الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه. ايه الصلصه الذهبيه يا عم الشيف؟ اللي هي الصوص الاحمر اللي هو صوص الطماطم، يتعتى على النار وياخد الزعتر وياخد الروزماري ويتظبط، يستخدم في كل المطبخ الطلياني. الصلصه الفضيه اللي هو الوايت صوص اللي هو البشاميل. آه. كفايه لحمه، كفايه لحمه. نخش على البصاره بقى نقفلها. ملوخيه ناشفه معانا هنحطها دلوقتي تاخد غلوه، ونقدمها لحضراتكم في اطباق. معانا زيت بيسخن على النار، ادي اللحمه اهي كفايه كده يا عم الشيف زي الفل. هنشوف اللحمه دلوقتي، اول ما تعرف ان هي استوت هتلاقي اللحمه ظهرت على الوش. اساتذه المصورين حبايبي اهي، اول ما اللحمه تطلع على الوش اعرف ان هي استوت، هتسيبها تطلع براحتها. وتعالوا نغرف البصاره بتاعتنا. الشوربه اخبارها ايه؟ نبص عليها استوت، ما خدتش وقت اهي. اللحمه فين اهي؟ اهي بالراحه كده بقى نشيل الرغوه اللي على الوش دي كده اهو. شوربة أنا بسميها الشوربة الفايقة الرايقة الشفافية. اه ممكن نحط كرفس، ممكن نحط كرفس زي ما احنا حابين. ده كرفس عندنا زي الفل. طب ما كنا يا شيف حضرتك سلقنا لحمة وخدنا الشوربة عادي. ما هي ده أنا قلت لحضرتك هنعملها كل يوم، بس ده المسمى بتاعها. اه عشان احنا بنتسأل عليها. اه الشوربة دي جاهزة والتومة بتاعتي جاهزة زي الفل. أصفيها بسرعة قبل ما تتحرق مني، والتومة لو اتحرقت باظت كل الأكلة خلي بالك. اللهم صل على النبي.